أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: قمت بخطبة امرأة ووافق أهلها، ورأيت رؤيا عبرها أحد المشايخ أنني أخطب ثم أنسحب من هذه الخطبة، والسؤال: هل تعبير الرؤية يثني عن المضي في هذه الخطبة؟ يثني. هل والسؤال يقول: هل تعبير الرؤية يثني أو يثني عن المضي في هذه الخطبة، وهل ممكن ألا تقع؟ الأحسن أنك تعدل عنها ما دام أنك رأيت رؤيا وفسرت لك، الأحسن أنك تعدل عنها، وإن ترددت عليك بالاستخارة، صل صلاة الاستخارة وادعو بالدعاء الوارد، وإذا ملت إلى المضي أو إلى عدم المضي فإنك تأخذ بالشيء الذي تميل إليه بعد الصلاة وبعد الدعاء، استعمل الاستخارة. نعم.